استحالة المعجزات, The Impossibility of Miracles. في محاولتنا لفهم جدليات هيوم عن استحالة المعجزات, افترضنا تعريف للمعجزات وقوانين الطبيعة. المعجزة ظاهرة خارقة لقانون الطبيعة, وقانون الطبيعة تجربة عامة متكررة ثابتة وغير متغيرة. هيوم اعتقد لو فهمنا المعجزات وقوانين الطبيعة على الصورة دي, هيجعل من التصديق في المعجزات أمر مستحيل. وزي ما شفنا, زي أي حجة فلسفية, في بعض الاعتراضات والنقد للحجة دي. لكن في إشكالية أخرى بتقابل المعجزات, خليني أضرب لك مثال علشان نقدر نفهم الإشكالية. أحد قوانين الطبيعة العامة بناء على تجربة متكررة ثابتة غير متغيرة, هي أن جثث الكائنات الميتة لمدة 3 أيام تبقى هكذا إلى الأبد. زي باقي البشر, معظم أتباع الديانة المسيحية بيعتقدوا في صحة القانون الطبيعي ده, باستثناء حالة واحدة فقط فيها جسد بشري مات لمدة 3 أيام لكنه لم يبقى كذلك إلى الأبد, وهو جسد المسيح. أتباع الديانة المسيحية بيعتقدوا إن بعد 3 أيام من موت المسيح, معجزة البعث أو القيامة resurrection حدثت, وقام المسيح من الموت مرة تانية وكسر تجربة متكررة ثابتة وغير متغيرة وخرق قانون الطبيعة السابق. لكن هل فعلا ده التفسير الصحيح؟ افتكر ان المعجزة مخالفة لقانون من قوانين الطبيعة, وقانون الطبيعة تعميم لظاهرة كونية حقيقية صحيحة. لكن بمجرد ان يتم كسر القانون للمرة الاولى, التعميم او القانون لم يعد كوني, بل اصبح هناك على الاقل حدث واحد استثنائي, وهو قيامة المسيح لم يتبع هذا النمط المتكرر او القانون الطبيعي. وكنتيجة من الممكن أن نستنتج أن الشيء اللي بيظهره الحدث هو ليس خرق القانون لكن خطأ القانون. بمجرد أن يعود جسد كان متوفي لمدة 3 أيام للحياة, إذن ببساطة القانون لم يعد صحيح مرة أخرى, أو لم تعد تجربة متكررة ثابتة غير متغيرة. الغرض من التسلسل المنطقي ده هو الوصول لأن هدف المعجزات المنشود أصبح عديم القيمة, لأن المعجزة لم تعد قادرة على خرق قانون الطبيعة. لأن كل ما يحدث ما نعتقد أنه خرق للقانون, في الواقع بيجعل القانون خاطئ ويعيد حساباتنا حول القانون, وبالتالي المعجزات مستحيلة الحدوث منطقية. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: 1- المعجزات ظواهر خارقة لقوانين الطبيعة. 2- القوانين الصحيحة تعميم كوني لظاهرة متكررة ثابتة غير متغيرة. 3- عندما تحدث ظاهرة لا ينطبق عليها النمط المتكرر للتجربة المتكررة الثابتة الغير متغيرة اللي قائم عليها القانون, إذن القانون غير صحيح وأصبح خاطئ. 4- وبالتالي أي حدث يبدو أنه بيخالف قوانين الطبيعة في الحقيقة بيظهر أن القانون خاطئ. 5- إذن لا يوجد حدث من الممكن أن يخرق قوانين الطبيعة. 6- وبالتالي لا يوجد شيء اسمه معجزات. الحجة بكل تأكيد غريبة وفيها شيء مش طبيعي, لأن أي فرد عادي لو شاف جثة عادت للحياة بعد 3 أيام غالبا ما هيكون رد فعله ما يهمنيش إيه اللي بيقول الفلاسفة اللي حصل قدامي دلوقتي معجزة. وده أمر مقبول, وأهمية المثال ده هو إنه بيظهر إشكالية في الطريقة اللي عرفنا بيها القانون الطبيعي والمعجزة, من حيث إن القانون هو تكرارية كونية Universal Regularity, والمعجزة هي خرق لتلك التكرارية Violation. لو قبلنا التعريفين دول أصبحنا مضطرين لقبول الحجة السابقة, لكن مع بعض التأمل من الممكن إعادة النظر في التعريفين. المعجزة هي ظاهرة أو حدث مسبب عن طريق قوى سماوية عليا الله, لا يمكن تفسيره عن طريق القوى الطبيعية وحدها. لو عرفنا المعجزة بالصورة دي أصبحت لا تخالف قوانين الطبيعة, لكن قوانين الطبيعة غير كافية لتفسير الحدث وحدها. لما بتعود الأجساد الميتة للحياة مرة أخرى شيء معجز, لأن الجزيئات اللي بتكون الجثث فاقدة للمكونات المطلوبة لإحداث الحياة مرة أخرى, على الأقل طبقا للقوانين والعمليات الطبيعية المعروفة لنا حتى الآن. تعريف المعجزة بالصورة دي أمر مش جديد,
في الحقيقة ده التعريف التاريخي اللي هتلاقيه في أعمال اللاهوتيين في معظم الديانات زي ابن سينا، موسى بن ميمون، وتوما الأكويني. بمجرد قبولنا لهذا التعريف بتفشل الجدلية السابقة في إبطال تبرير التصديق في المعجزات، لأنها لن تتطلب خرق لأي قانون طبيعي. لكن الإشكالية في الرد ده زي ما أنت أكيد متوقع إنه بيطلب استدعاء مبدأ خارج عن التفسير الطبيعي من غير الممكن اختباره، أي إن المعجزة أصبحت امتداد خارج عن الطبيعة وقدرات البشر الإدراكية لقانون الطبيعة. لكن أصحاب الرد ده ما بيفسروش لنا إزاي من الممكن يحدث امتداد بين قانون الطبيعة وقوى أخرى خارجة عليه، وإزاي من الممكن إن يكون هناك فهم متكامل من جانبنا كبشر لأحد قوانين الطبيعة، وما زال يكون هناك امتداد خارج للطبيعة بيفسر الظاهرة. يبدو إن في تناقض من ناحية إن كل الظواهر من فئة معينة من الممكن تفسيرها طبقا لقانون ما، لكن حالة فردية من الممكن تفسيرها بصورة أخرى خارجة على القانون ده. الأمر اللي بيدعونا للاعتقاد في إن الرد بيستدعي بعض الألعاب اللغوية الغير منطقية الغير ناجحة في إبطال الحجة.